السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم اليوم بغيت نشارك معكم الجوله ديالي في واحد السونتر كوميرسيال بحال لي مول ديالنا، فيهم ال سي وكيكيو، فيهم ماركه ديال فلو، هما عندهم ماركه فلو ديال الصبابط والصبرديلات. ايوا واش غادي نقول لكم؟ المهم خرجت كيف شفتوا مع الصباح فطرنا، وصلت هذيك ال 12 لبست وليداتي وقلت لهم يلا نخرجكم. خرجت قدام الباب وخديت الطوبيس، اختكم باقا اول مره غادي نخرج بوحدي من الدار بلا ما يكون معايا راجلي ومعايا الدراري اول مره. دابا راه يلا جيت انا شي 15 يوم وهذه اول مره في حياتي، واخا كنجي لتركيا وداكشي ما عمري ما خرجت بوحدي. وزعمت ومشيت انا وولادي خديت الطوبيس، قلت غادي يديني لهداك المول. ملي خديت الطوبيس داني، دابا انا كان عليا نشد الطوبيس اللي غيجي من هاد الجهه، انا شديت اللي جاي من هاد الجهه، يعني وصلني حتى للتيرمينوس. قال لي واقيلا انتي جيتي غلطه، قلت لي جيت غلطه وخلصت وكل شيء. ويقول لي سمحوا لي سمحوا لي على هاد العطاب، سمحوا لي قلت لكم وخلصت وكل شيء. ويقول لي واقيلا انتي جيتي غلطه هنايا، وانا نقول لي اه. قال لي وانا سولتك قلت لك واش انا راه غادي لهاد الجهه، وقلت لي قلت لها سمح لي راه ما كنعرفش ما كنفهمش مزيان التركيه داكشي علاش. هو يقول لي شوفي ها انت غتهبطي غتركبي مع داك الطوبيس ها هو هنايا، عسيري عركبي وسيري نهضر معاه. دار لي بحال هكا ديها صافي الاخر فهم، مشيت طلعت ركبت وصلت بدويه في باريس. ايوا مشيت انا سمعت ما خلانيش نصور لكم مزيان. المهم داكشي اللي قدرت نصوره لكم صورته لكم، ما كون ما كانش معايا ولدي الصغير كون صورت لكم كل شيء من ا حتى زد. المهم مشيت خديت شي حوايج من ال سي واكي، كان غنشارككم معكم دابا على حساب بغيت ندخل لاصال ديال السبور وخصني الحوايج، وخديت غير شي حوايج قلال زعما ماشي خديت كثار وداكشي، بغيتها زعما يتبدل السيزون، باقا ما تبدلاتش السيزون ديال الحوايج، يدخلوا الحوايج ديال الشتاء ديال السبور يكونوا شويه مقطنين. خديت غير شي حاجه قليله باش نبدا. المهم انا غنبدا معاك ونقول لكم حتى الاسمين. خديت هاد القبيه هذه بحال هكا في الكري، يعني يجي مع كاع الالوان بحال هكا، وقفل الثوب ديالها زوين رطب. نقول لكم الثمن بشحال خديتها، خديتها ب 50 ليره، ها هي 44.99 يعني 50 ليره، 50 ليره غتكون دايره شي 70 درهم، هادي ب 70 درهم، فيها حتى الجيوب هنايا سخيخنا زعما ديال تلبسي تحت منها تيشيرت. عندي انا التيشيرتات، خديت هادي وخديت هاد الكولون، خديت هاد الكولون من القدام كيجي بحال. المهم شاركت معكم الحويجات اللي خديت قبل ما بلا ما ندير لكم التشويق، ديريكت شاركتهم معكم، ماشي زعما كاين باش تفرجوا في الفيديو ولا شي حاجه، انا كنشارك معكم دابا كلشي، يعني انا ما تنتسناش شي حاجه ولا زعما كاين ما تنتسناش شي حاجه غادي توصلني من اليوتيوب، غير تنتشارك معكم وصافي وتنهضر. وبالعكس انا ما كنتش كنهضر بزاف بحال هكا، راه درت اليوتيوب بحال هكا اش كنهضر وليت كنتحاور. مالك اش درتي؟ ايوا اختي ولدي قبيح ما خلانيش نصور لكم مزيان، ولكن صورت لكم شي لقطات زوينين وصورت لكم الحوايج والثمن ديالهم، غنخلي لكم الثمن تما مكتوب. المهم صورت لكم داكشي اللي زوين، يلا خليكم مع بقيه الفيديو، وما تنساوش لعجبكم الفيديو تخليو لي غير تشجيع مثال كمثال، كومونتير يكون زوين، تخليو لي لايك كتشجيع وصافي. المهم يلا نتمنى يعجبكم الفيديو، اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتضغطوا على زر الجرس،
باش يوصلكم كل جديد. يلا تصبحوا على خير.